السلام عليكم. شو بدي زاد كالعاده معكم. رانا ولينا فايق نتكلموا على كره القدم. اليوم اللي شنا مقابله في البطوله الفرنسيه، مقابله اللي شاهدتها وين شنا كيفاش بوردو مع اولمبيك ليون، اللي شنا نقولوا شنا 5 اهداف في المقابله، شنا حتى الدقيقه 85 شنا 5 اهداف. يعني المقابله شوط اول شنا 3 اهداف بعد ما كانت ليون كان فايزه بالمقابله، بوردو ليون اللي كانت ليون اللي كان في الدقيقه 14 كانت فايزه في المقابله. بعد عوده بوردو في الشوط الاول في الدقيقه 34 38 بعد 3 دقائق شنا هدفين، وين شنا كيفاش المقابلة تلعبت، كان فيها شنا السيطرة من طرف أولمبيك ليون، شنا كيفاش 63% استحواذ على كرة القدم على الكرة، شنا كيفاش 37% البوردو. يعني شنا كيفاش لي باس تمريرات 577 350، وين شنا حتى التسديدات، وين شنا خارج المرمى 10 تسديدات لليون، 4 تسديدات لبوردو، تسديدات على المرمى وين داخل المرمى وين شنا 5 لليون 2 لبوردو. يعني المقابلة شنا كيفاش المدربين، كيكونوا عندك مدربين كبار، كيكونوا عندك مدربين اللي يستعملوا تاكتيك دو جو تاعهم، خاصة وين اللاعبين يلعبوا حسب الخطة اللي يعطيها لهم المدرب. شنا كيفاش اليوم كان عدلي في مع لي روبراسون، يعني حاجه مليحه العدلي ياسين عدلي فانيك مع بوردو، يكسب خبره بالايام اللي جايه السنه القادمه ان شاء الله بربي، راه صغير يكسب خبره. ويشنا الهدف الاول من طرف فريق ليون في الدقيقه 14 عن طريق لعاب ديباي ماما فيس في الدقيقة 14، لعاب ديباي كيف سجل الهدف بطريقة جميلة، طريقة جماعية. هذا هو اللعب الجماعي، شنا كيفاش التوغل، شنا كيفاش خاصة وين بوردو ما نقولوش ما عطاتش الوجه الحقيقي تاع الفريق تاع بوردو. شنا كيفاش كانت عندهم كانوا ضيعوا اهداف، يعني ضيعوا اهداف قبل تعديل النتيجه حتى من الدقيقه 14 وين سجل ديباي في الدقيقه 14، وحتى الدقيقه 34 وين شنا جيمي وين سجل عن طريق من الجيمي اللي يلعب في الفريق تاع بوردو اللي سجل هدف تعادل في 34، نيكولا وين سجل في الدقيقه 38. انتهى الشوط الاول بفوز، الشوط الاول بفوز بوردو. الشوط الثاني كان تاع مدربين، دائما نقولوا الشوط الثاني تاع مدربين، وين شنا كيفاش الخطه تغيرت كليا، وين المدرب تاع ليون اللي غير الخطه، خاصه اللاعبين تاع ليون اللي لاعبين نجوم كبار، جينيسيون المدرب جينيسيون اللي عرف كيفاش يغير الخطة، عرف الخلل تاع بوردو، قرا المقابلة تاع كيفاش الشل تاع المقابلة، نقطة القوة، نقطة الضعف، خاصة في وسط الميدان والدفاع، وين شلنا سيطرة كبيرة من طرف ليون في خط وسط الميدان في الهجوم، يعني سيطرة كبيرة. وين شلنا الهدف الثاني اللي جا وين شلنا في الدقيقة 67 هدف الثاني، هدف التعادل تاع ليون، لعاب ماكسيم ويل في الدقيقة 67 هدف فانيك، هدف كان طريقة جميلة، هدف كان بلعبة جماعية هجوم، وين شلنا كيفاش بوردو وين رجع للوراء ولا يلعب بالخطة تاع الخطة تاع الهجوم معاكس، لكن
مع ليون اللي عرف كيفاش يكسب خط وسط الميدان، السيطرة في الهجوم حتى الدقيقة 85 وشلنا هدف الثالث، هدف تاع الفوز في الدقيقة تاع موسى ديمبالي في الدقيقة 85. تفاجأ الجميع، تفاجأ حتى أنصار تاع بوردو اللي ما شلنا كيفاش المفاجأة اللي كانت خاصة من المدرب، وين شلنا المدرب تاع بوردو اللي دار غلطة كبيرة خاصة في التغييرات، وين شلنا كيفاش المدرب باولو مانويل اللي دار غلطة كبيرة في التغييرات، وين عطى فرصة للمدرب تاع ليون باش يفوز عليه تكتيكيا. شلنا التكتيك دو جو اللي تغلب كل مدرب وعرف كيفاش يكسب خط وسط الميدان والضغط في الهجوم. هذه هي كرة القدم. صحيتو وربي يحفظكم.